الرقية تنقسم إلى قسمين. رقية ديفيزي ان دي كاتيجوري. رقية شرعية. رقية شرعية. ورقية شركية. avec رقية كنا شرط لنا. الرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة. رقية شرعية يبوتاب نكوبون كي انا توا كونتيشون ادم. ان تكون من القرآن او السنة. بيبي ما بيزيد في القرآن وبيا سنة. يعني من القرآن يقرأ الفاتحة. دي بقرآن لي سورة الفاتحة أو من السنة يقول أعوذ بكلمات الله التامات وبيد بسنة لي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعم أو بأسماء الله وصفات يدعو الله يقول يا الله يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي الشرط الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع باللغة العربية أن تكون الرقية بكلام معلوم لا مجهول يعني خربوش طربوش لا ندري كي سباول كي وجي ابن باول كي شريان بين افيك على العرب كي كومبران كي ديفينيشن نو بابن باول باغي سكي جي ماركوش ماربوش ماربوش باغيتون بن بونوم جي واي جي نعم ولا بد نسمع عندما يقرا نسمع ماذا يقول لا يخفض صوته يرفع صوته نسمع ماذا يقول ولا يوجد عندنا رقيه باللغه الإنجليزية باللغة الهندية باللغة الأردية لا رقية باللغة العربية فقط. نبارقية لغاز هندي لغاز أردو لغاز إنجليزي لغاز كريول رقية لغاز عربي. الشرط الثالث أن نعتقد أن الرقية سبب والذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يوسوس ينجمون كمان دوت يظن ان به السحر يظن ان به السحر يدوتك لي انا سيبر سوسيد انه مسحور كي انغي تابي افيك 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 جيبوا او بيان افيك سوسيدري او فيه جني وبيان لي انا جين او انه محسود عين الناس تحسده ينجمون كي سالوا لي سبحان الله لا يوجد في العالم الا انت سبحان الله لو ليمون نبا بيسون اكسبتي اومير لماذا توسوس؟ هذا لو تعطي نقود الآن هذا اللي يقول به السحر تعطي نقود تقول تستطيع تعد النقود هذه عد صحيح يقول نعم نعم إذا ليس في شيء لا توسوس لا تأتي تبحث عن الرقى وكذا لا توكل على الله لا تفكر في أن النفع والضر بيد أحد إلا الله سبحانه وتعالى لا توسوس تقول في عين في كذا كذا لا بعض الناس شغل الشاغل يبحث عن الرقى يأتي لهذا ويأتي لهذا ويأتي لهذا هل كان الصحابة السلف الصالح عندهم مجالس للرقية؟ لا. كل واحد يقرأ على نفسه. لا تحفظ القرآن اقرأ الفاتحة الفاتحة رقية. لا تذهب إلى الناس.